انت كده. وفي بعض الناس يا اخي بينمي القوه لك. طيب على مستوى العائلات والاسر وعلى مستوى الدوله، عندما تاتي الدوله وتشجع افلام الكرتون للاطفال باللغه الاجنبيه بكل ما تتسرب اليها من معاني، ولا تشجع مشروع للاطفال من اجل يعني مشروع من الكبار يصنعونه للاطفال لسماعه كرتون من الافلام السينمائيه، يعني بروح اسلاميه، بروح انسانيه، بروح تنميه قدرات الطفل، ما ممكن انك انت تغير شيء. بصير بنضل عم نتكلم بهذه القضيه ليلا ونهارا بلا فائده. لابد من مبادرات عمليه صغيره او كبيره على مستوى صناعه الانسان حتى تواجه القوى التي تحارب الاسلام. ويجب ان نميز يا اخي، انا بتذكر بقضيه الحجاب بتاع يعني حجاب احدى المدرسات فرعونية الاصل اماليه الجنسيه، لما طلع قرار المحكمه العليا بانه والله لا ينبغي انه يعني تدرس بحجابها، وهنا عمليا حظر على كل المدرسات ان يدرسوا، بس سرق سلم قوانين للولايات الالمانيه. المهم في ذلك اليوم كنت منزل في الاذاعه في القسم العربي، فكنت اتابع كل الوكالات الانباء والصحافه الى اخره من اجل معرفه ما هي موقف وسائل، يعني كان جزء من مهمتي نسبيا، جزء من مهمتي ان اتابع ما هي، فوجدت فعلا نسبه معينه لمع وضد. ذهب الى لقاء اسلامي كان معقود للشباب بيوم سبت ولا يوم احد، واذ فعلا الاعلام يحاربنا، الاعلام كذا، الاعلام كذا، يعني يسبون. قلت لهم يا اخوان انا اشترك في الاعلام الالماني ايضا، يعني اعلام بمعنى المتابعه هنا، واعرف تماما انه والله اكثر من 70-80% من المقالات التي نشرت في ذلك اليوم كانت تدافع عن حق المسلمين في الحجاب، حق المدرسات، حق هذه المدرسه، ولا تهاجمنا. كيف انتم عم تجعلوهم عدو لنا؟ اذا يجب ان نحرم من هو العدو الحقيقي الذي يحارب الاسلام ونحدد المعركه. ايام الغزو البوش للعالم الاسلامي كله من الناحيه الواقعيه، وان كان ركز على العراق وافغانستان، يعني انا ذاك كان اكبر من اكبر المعارضين لبوش بعض اتحاد الكتاب الالمان، منهم جونتر جراس، منهم كذا، يعني بعض اللي حصلوا على جائزة نوبل للسلام، فولفرام فولرات ولا شيء، ما أحفظ كل أسمائهم. أحدهم مثل اللي كان في اليمن يقول بوش هذا مجنون، نحن لا يمكن أن نتبعه. رجل ألماني كاتب كبير، يعني إلى حقل. أقول لكم شيء وأخونا يعرف يمكن العربي شيء، هذا يا أخي قادة العمل الإسلامي في أوروبا ليس لهم صلة بهؤلاء، يعني اتصلوا فيهم، تعرفوا عليهم، اعملوا شيء من العلاقات العامة، اصنعوا جوائز لمن يخدم الإسلام من هؤلاء من غير المسلمين. كنت في جلسة وصار هذا الشيء بشكل تفصيلي مع أسردة بكاملة، بس فعلا من بين 20 واحد يا أخي، ما هي الكتب التي صدرت حول الإسلام في ألمانيا في تلك السنة لم يكن يعرفها من الحاضرين إلا شخص واحد، اذكر اسمه؟ ما أذكر، عصام العطار، ولغته الألمانية هو تعلمها بال60-70 سنة. مع ذلك كان كل كتاب أذكره كان يذكر والله كذا وكذا، وبقية الناس اللي هم يشتغلون مع الشباب مع كذا لا يعرفون ماذا صدر من كتب. أحد هذه الكتب كان كتاب يهاجم الإسلام اسمه محمد بهذا العنوان، عن لما صارت قضية الإساءة للرسول صلى الله عليه وسلم، كتاب مجلدين كل مجلد 1000 صفحة باسمه بروفيسور ناجل، مولته جامعات ومعاهد استشراق من أجل أن يكتب أشياء معينة، وكتبه وأصبح مرجع ما أحد يدري بوجوده. بروفيسور آخر، بروفيسور روي اسمه، مستشرق، رد عليه بكتاب مجلد اسمه الشريعة، وقال أن الشريعة تصلح حتى يعني للتطبيق في بلادنا الأوروبية، ما أحد درى به، يعني لا السلبي ولا الايجابي. طيب كيف يجب ان كيف بدنا يعني نواجه من يحارب الاسلام لكننا لا نعلم بهم؟ في خطوات اولى اساسيه يا اخوه، ابسط الاشياء، ما هلا بحكي على مستوى افراد. طيب مين بشجع ابنه في البيت سواء المسلمين في الغرب او هنا على ان يطلع على هذه الامور، على ان يتابع هذه القضيه، يشجع، ما بدي اقول له شيء. مين مستعد انه يشتري بعض الكتب من اجل ابنه والله هذه الامور يتثقف بها؟ لا،
يمكن أتجاوز شوي الحدود، معلش الوقت كمان. لازال زيد. يا إخوة الأربعين النووية للإخوة اللي بيهتموا بالإسلام، كم مرة درسناها في الجمعيات ودرسناها لبعضنا بعضا ونعطيها لأولادنا ونذكر بها إلى آخره إلى آخره إلى آخره. أنا لا أقول لا تنفع، بالعكس الأربعين النووية تمثل أساس من أساس المناهج الإسلامية لتربية الإنسان. لكن أولا نذكرها لأولادنا، احفظوها، يعني شيء من السطحية في فهم هذه الأحاديث العميقة جدا. من جهة إلى جانبها ماذا نعطي أولادنا ليعلموا لما بيأتيهم واحد علماني بيقول لهم والله نحن يجب أن نتبع فولتيير، أن يعرفوا شو كان فولتيير، وين نقاط الضعف عنده، وين نقاط القوة. يا أخي فولتيير على سبيل المثال كان يقول، أنا هي عبارته الشهيرة، أنه أنا أخالف رأيك ولكن مستعد أن أموت دفاعا عن أن تقول رأيك بحرية. عندما واجهته الكنيسة ببعض الأشياء التي قالها استسلم غير رأيه. الله الله أو مثلا جاك روسو يلي بيقولوا لك كتاب العقد الاجتماعي، هو عنده كتاب أهم منه، كتاب إيميل. كتاب إيميل كان يقول كيف تربي الولد من سنة 7 إلى 14 حتى يعيش في مجتمع بشخصية مستقلة يستطيع أن يعني أن يتعامل مع المجتمع. بس هو كمان شيء آخر، العقد الاجتماعي هذا يصلح فقط للدول الصغيرة، لا يصلح لدولة مثل فرنسا كانت ملكية. طيب لما نحن أولادنا بيسمعوا من العلماني الذي يريد أن ينشر العلمانية، يا أخي يجب أن تأخذ العقد الاجتماعي، يجب أن تأخذ بفكر فولتير، يجب أن تأخذ بفكر كانت إلى آخره، ونحن نقول لهم هذا حرام أن تدرسوها في كتب الكفار، فلا يعلمون ماذا يقولون هؤلاء الناس، يعرفون كيف يريدون أن يردوا. لا نكون أولادنا في بيوتنا، في جمعياتنا، في جمعياتنا لما يكون لدينا مناهج إسلامية حتى ينشأ بلادنا، ولا ننشئهم الواقع على مناهج يطلعون فيها على ما يوجد في العالم من أفكار، على ما يوجد من أسس. نريد أن نحارب العالم بسيوف خشبية والناس عندهم صواريخ، ما بيصير. يجب أن يكون لدينا سلاح العلم، سلاح المعرفة، سلاح الدراسة، سلاح التطور الاجتماعي. يعني ممكن واحد قلت له تسمح لي دقيقة زيادة، بس الواقع بدي ساعة حتى أكمل ذلك. أقلك نصف ساعة. في أسئلة، في سؤال آخر. أنا إذا كان في انتظار سؤال، يعني الأخ الأستاذ نبيل، يمكن أن يعني في مسار هذا الحديث أن يعطينا نبدأ عن الشعوب الغربية، لأن الناس هنا في بلادنا ينظرون من خلال الوسائل الإعلام إلى الشعوب الغربية من خلال مسؤوليهم والنظرة الرسمية للشعوب الغربية. فما هي سمات هذه الشعوب يعني، وخاصة السمات الإيجابية التي تغيب عنا كثيرا؟ الشعوب الغربية كلمة كبيرة يا أخي. الشعوب الغربية، الشعب الألماني، ألمان في أوروبا 500 مليون، خذ ألماني وإذا أخذنا معها أمريكا صاروا 700 مليون. من الأشياء اللي تغيب عن أذهاننا الواقع في بعض المقارنات بكل بساطة، أنه هذه الشعوب يعني على الأقل في أوروبا في أكثر من 250 قومية، هي موزعة على بضع وثلاثين أو بضع وخمسين دولة حسب واحد قارة في الكسرة. فيهم أكثر من مئات، ما بيقدر واحد يحصرها، من الطوائف الدينية. كيف يعني؟ هلأ الكنيسة الكاثوليكية، انظر بأي معجم يعني دراسي مرجع مقبول، بتلاقي أن الكنيسة الكاثوليكية موجود منها حوالي 20-30 فرع، والعشرين ثلاثين كل واحد متفرع 20-30 كمان، فتجد هناك طائفية هائلة. بعدين أحيانا الطائفية هي أشد بكثير من ما نحن نعرفه في الإسلام بين شيعة وسنة وبين ما بعرف إيش البقية التقسيمات. رغم ذلك نحن في بلادنا طائفيين وهم غير طائفيين، يعني نحن عندنا مشكلة الطائفية وإن ما عندهم إياها. الحقيقة الشعوب الأوروبية، هذا أنا اللي أقوله بس عن ألمانيا، لا أريد أتعدى حدود المعلومات المباشرة. أنا اللي بلاقيه بالشعب الألماني متميز جداً هو ما أسميه بالألماني العمل الزستماتيش، زستماتيش الدينكن، زستماتيش
سيستماتيش جينكنز، سيستماتيش أربعين. بعض يعني العمل الذي يمشي على منهج منظم مع النظام، على منهج تنظيمي معين في كل أمورهم. ديسيبلين. طبعا هذا نقول ديسيبلين نحن. ممكن ما شو تفهمني في أشياء. يعني في نوع من الأخي أحيانا إلى درجة لا يبدو لنا منطق فيها، لكن وقت التطبيق يظهر فعلا. على سبيل المثال شخص بيصلح سيارة، يعني بيسوي له مراجعة كل سنتين ولا كل سنة. هذه المحل عنده قائمة فيها مكتوب 36 نقطة، هيك رقم من عندي، 36 نقطة ما الذي يجب أن يفعله؟ أولاً يفتح الأضواء، ثانياً يفعل كذا، ثالثاً يفعل كذا، 36 نقطة يراجع السيارة من أولها لآخرها أنها صالحة للسير، ثم يسلمها لصاحبها. هذا الرجل اللي هو صاحب بورشة أتاه صاحب السيارة قبل يومين وأعطاه السيارة، قال له الأضواء الخلفية خربانة ممكن تصلح فيها، وصلحها. ثم أتى بعد يومين قال له عشان المراجعة العامة، وبدأ هذا كل ما يعمل نقطة يحط عليها حركة وصل للأضواء الخلفية. إذا كان مثل حكايتي يقول هاي بارك سوي بدي يحط حركة، الأضمان اللي بسمع بيروح يسوي ويشوفه لسه سليمين ولا لا، لا يقتنب إنه قبل يومين سواها ما في داعي يشوفه. هذه طريقة التفكير إنه واحد اثنين ثلاثة أربعة حتى أصل للغاية 36 ما بيتخلى عنها. أنا أعتقد سر نجاح ألمانيا يعود إلى هذا الأمر، والأمر الآخر بيتعلق بحصول نجاح ألمانيا بعد الحرب العالمية الثانية وأصبحت الحضيض، إنه هذا الأمر اللي هو التفكير المنظم والعمل المنظم حتى يصل إلى شيء. والأمر الثاني أخي، الواحد فعلا يشتغل باختصاصه لا يتعدى، يعني بمعنى أنه والله أنا أستطيع بكل بساطة أن أعمل عامل في مكتبة، والشخص الموجود في المكتبة بيشتغل بالتأليف، هذا له قيمته كعامل تنظيف في المكتبة، والتالي له قيمته ككاتب، وتلاقيهم يعيشون مع بعضهم على هذا الأساس. يعني ما أنبوبان ما بجعل ملائكة الله، مقابل ذلك عندي ألف علة يمكن أذكرها، بس هو ذكر لي أشياء إيجابية اللي أسمعها. يعني نحن الإنسان الغربي إنسان عموما إنسان جاد في عمله، حقق كثير، لذلك بعض الأوائل للأسف شوي بالغ قبل 200 سنة يزور الغرب فيقول الإسلام في الغرب والمسلمون في بلاد المسلمين. هذه مقولة الواقع مبالغ فيها جدا، لأنه أخلاق الإسلام غير منتشرة في الغرب بالشكل اللي نعرفه ولا بشكل أشكال. بعد ذلك الواحد يفرق الغرب بين مرحلة ومرحلة. يعني أنا عشت في ألمانيا من سنة 65 حتى الآن، بين 65 وحوالي 75 إلى 80 كان في مرحلة البناء حقيقة، وكان هذا الإنسان اللي عم بتحدث عنه بمجرد ما سموا ما يسمى حرية التربية، يعني نشأت مع ما يسمى ثورة الطلبة عام 1962 وأخذت مداها آخر السبعينات بشكل قوي، والواقع هي كان اسمها أما ثورة الطلبة في سنة 68 أو الثورة الجنسية. صار في درجة من الانحلال بحيث الأسرة بدأت تتقوض. الآن بكل بساطة الألمانيا القريبون من سنة 85 حتى الآن، وعدد السكان اللي أصلهم ألماني صافي مثل ما بيقولوا ما عاد يعني ينخفض باستمرار كل سنة، ويدفعون المليارات سنويا من أجل تشجيع الأسرة وتشجيع الإنجاب والآخر، ويفشلون ما استطاعوا حتى الآن يتجاوزوا هذه المشكلة. بالمقابل من لهم أصل أجنبي أو مشترك يعني أجنبي ألماني بتلاقي يتكاثرون، هم الذين يعودون نقص السكان. يعني عدد سكان ألمانيا الألمان كان حوالي يمثل أكثر من 85 من 90% من مجموع السكان، الآن يمثل أقل من 75% حسب الإحصاءات الرسمية، يمكن تكون أقل أيضا. يعني لما الواحد يريد أن يشوف مثلا ما يسمى أرقام العمياء أو غير المنشور، فالشخص الألماني الواقع المميز في هذه الأمور بالدرجة الأولى الجدية في العمل إلى آخره، بدأت تنحسر بسبب الجانب الأخلاقي والاجتماعي. وأعتقد أنه إذا بقي في هذا الطريق يمكن يعني جيل واحد وبعد ذلك يجد أمور الإنسان، يعني يبدأ الانهيار، الانهيار حقيقة بالفرد بالإنسان مو بالصناعة، يعني إنتاج الصناعي الضخم بالنمو الاقتصادي اللي يعتمد عليه، إنما لما ينهار الفرد ممكن أن ينهار المجتمع بالتدريج. هذا
الشيء اللي كان مقصود ولا أسئلة أخرى؟ سؤال من الوحيد، شكرا للأستاذ على تجويزك و قصدي في هذا الحضور. أول مبين إليك أخلص يعني أن رأيك في فيما يجري الآن من في دول الربيع العربي، يعني كيف تنظرون إلى سيرور الأحداث التي تقع الآن خاصة بعد توقف والتعثر بين العرب وسوريا وتداعياتها، وأتمنى كيف انقلبت الأمور بشكل دراماتيكي و يعني أحدثت ردة سياسية وأوروبية وغيرها. شكرا جزيلا. الحقيقة فعلا طريقة استيعابنا لحجم الحدث أو حقيقة الحدث ليست على مستوى الحدث. يلي أعطى اسم الربيع العربي بالمناسبة انتشرت في الغرب ثم انتقلت إلى بلادنا مترجمتها، ويبدو في فهم لها، لأن الربيع بمعنى هو فصل من فصول السنة يفصل ما بين ما قبله وما بعده. طيب هذا الفصل إذا أخذنا مقياس السنة يمثل ربع السنة. نحن نريد الربيع العربي اللي سبقه 400-500 سنة من الانحطاط، وعلى الأقل 50-60 سنة، يعني 200 سنة من الاستعمار، 50-60 سنة من الاستبداد. نريد أن يغير البلاد العربية والإسلامية حتى من أقصى إلى أقصى إلى سنتين. هذا غير منطقي بكل بساطة. الذي فهم الثورات العربية التي جرت في 5 بلدان، اللي فهم الثورات على أنها والله خلال سنة سنتين أسقط النظام بعد 18 يوم أو يسقطه بعد 3 سنوات وانتهى الأمر أصبح لدينا عهد جديد، ما صحيح. نرجع الحقيقة بكل بساطة للكلام اللي قلته قبل قليل، المشكلة في الإنسان. عندما يتغير الإنسان يتغير حتى بدون ثورة البلد، الوضع في بلد البلدان. فنحن الواقع الربيع العربي لم يتغير الإنسان بعد. رغم ذلك هذا يشير إلى بداية التغيير. بداية التغيير والله أعلم أنا أقدرها شخصيا، معليش هذا الكلام ما بيطلع لبرا إن شاء الله يعني رغم التسجيل. يا أخي والله يحتاج إلى جيل أو جيلين. التغيير الحقيقي العميق الذي ينقل المجتمع إلى مجتمع آخر. قبل قليل يا أخي نحكي عن ألمانيا. ألمانيا كانوا الناس كانوا يا أخي 75% من البيوت مهدمة. ما في بيوت. مهدمة بمعنى كلمة يعني أنقاض على الأرض. كانوا يشتغلون النساء بصورة خاصة، أن الرجال كانوا 10 ملايين أسير في روسيا وحدها، والعشر ملايين قتلوا. في الدرجة الأولى النساء كانوا الواقع يضعون الحجر فوق الحجر من هذا البناء المهدم من أجل أن يكون في هناك مكان يستطيعوا أن يناموا وراء. بقيوا سنوات على ذلك حتى انتقلوا المرحلة الأخرى. أذكر عندما وصلت إلى ألمانيا سنة 65 لم يكن يوجد على الإطلاق أي مكان يفتح بعد الساعة 6 مساء. بكل بساطة الناس بدهم يناموا على بكير حتى ما يشعروا الضوء، ما في كهرباء ولا في فلوس. ما في فلوس، فكانوا لا يتحركون إلا بحدود إمكاناتهم. الآن في كل مكان الواقع السهر والبقالي وكل شيء. فتحركوا بهدوء درجة بعد درجة، بس احتاجوا. لما نقول المعجزة الألمانية رغم المساعدة الغربية ورغم كذا 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 كذا، ورغم أنه كان عندهم بالأصل صناعة قائمة وزراعة موجودة وإلى آخره، التقدم الألماني قبل الحرب كان أضعاف ما كان بقية بلدان غربية مجتمعة. رغم ذلك الواقع احتاجوا لحوالي جيل كامل حتى وقفوا على أقدامهم، حتى أصبحوا دولة كبيرة. نحن نريد الواقع أن الثورة أسقطت نظام ب 18 سنة. يا أخي ما سقط النظام، سقط الرئيس ولا الرئيس الآخر ولا الثالث، أنه والله الأمر تغير. لم يتغير. للأسف الذين لم يستوعبوا ذلك هم أبناء الفترة الماضية، يعني ولو تجاوز واحد شوي حده. الأحزاب التي كانت تشتغل خلال 50 سنة استبداد أو 40 سنة استبداد في سوريا في مصر في اليمن في كذا، والتي لم تستطع أن تسقط الاستبداد، ظنت أن الاستبداد سقط في اليوم 18 ولا 21 بالنسبة لتونس، وبدأوا يتسابقون على الحكم.
إنما الواقع لم يصبح في استبداد، سقط رئيس النظام وأصبح الآن في فرصة أن تبني شيئا جديدا بدلا أن تبنيه جماعة وتصنع إنسان التغيير اللي تحتاجه. الواقع بدأنا أن تتصارع، فكان لابد أن تحدث نكسة. رغم ذلك ممكن الإنسان يقول أنه هذا الربيع بدأ، بمعنى التغيير من جيل إلى جيل، التغيير من مرحلة حضارية إلى أخرى، من وضع استبدادي إلى وضع مقبول إنسانيا، بدأ لن يرجع إلى الوراء، سواء بنكسة أو انقلاب أو حكم إجباري أو هيمنة خارجية، لأن الإنسان الشاب الذي تحرك في هذه الثورات، الشباب أركز عليهم الذين تحركوا في هذه الثورات، تغير شيء عندهم. هذا التغير لا يكفي لبناء حضارة اليوم، ولكن يمكن أن يكفي لبناء حضارة بعد جيل. أنا أقدر شخصيا، يعني هذا معليش في شيء من التشاؤم، أنه أولادهم يبنوا الشيء اللي أنت تتوقعه يبني الآن. أولاد الجيل الشباب الذين تحركوا الآن أن يبنوا لنا، نحن ما منكم موجودين، يعني يبنوا لبلادنا، لمجتمعاتنا، للإنسان في بلادنا، الإنسان في عالمنا وعصرنا، أن يبنوا شيئا جديدا مقبولا يفيد البشرية، مو يفيد فقط بلادنا. ولكن هذا يحتاج إلى جيل كامل أو ربما أكثر من جيل، والله أعلم. أما هذا بدأ، يعني أنا الواقع بسوريا في أشياء كثير مؤلمة، والناس يعني بعضهم يقتل بعض، وبعضهم بده يسلم، وبعضهم كذا إلى آخره، ففي نوع من التشاؤم بدأ ينتشر، وهذا غير صحيح، إنه الشيء الذي بدأ في سوريا لن يرجع إلى الوراء. مو معنى ذلك حيستمر القتل، يستمر الضرب، يستمر كذا، لكن في تحرك، في تغيير في العلاقات الاجتماعية، في وضع الدولة، في وضع المجتمع، في وضع الإنسان السوري، لن يعود إلى الوراء. الناس اللي تحركوا خارج سوريا، يا أخي في خارج سوريا بالمناسبة ثلث سكان سوريا، هي من قبل الثورة، هي من قبل ما تبدأ الثورة، ثلث سكان سوريا خارج الحدود، يأخذ ثلث السوريين كانوا في المنافي، ثلث الثاني اللي بقي، الثلثين اللي بقيوا أكثر من ربعهم أصبحوا مشردين. طيب هؤلاء تتصور أن حيعودوا للوضع اللي كانوا عليه من قبل؟ في الخارج الواقع ما أعرف، يعني في ألمانيا الذين عرفتهم خلال سنتين ثلاثة الماضيين من الناشطين جدا من أجل بلدهم، والله يا أخي لم أعرفهم خلال 40 سنة مضت، كانوا منفيين من العالم، مش منفيين من بلدهم، منفيين من العمل، منفيين من الوجود، الثورة أحيتهم، هؤلاء حيموتوا من جديد؟ لا يمكن. لذلك أقول التغيير بدأ، بس متى يصل إلى مرحلته الناضجة التي يراها كل الناس، والتي هذا اللي أقوله تحقق الخير للبلد، يعني سوريا مثلا، لسوريا، للمنطقة العربية ككل، حتى من يقاوم الثورات، تحقق هذا الخير للجميع، وتحقق على المستوى الإنساني والبشري. الواقع والله نحتاج إلى فترة، نحتاج إلى جيل أو جيلين، والله سبحانه وتعالى هيجعل أولادك يشوفوها. الحمد لله. جزاك الله. كان في سؤال الأخ خالد حلي. أنا أختم بعد. أول سنة تعرفت يعني على المراحل أو المواقف اللي ربما أثرت في المسيرة. شان ما اسمعش. ربما المواقف اللي أثرت في المسيرة ديال الأسر، يعني كما قلت سابقا، ربما الإنسان يكون راجل يعني تعرض كان الطيب مثلا في أمور يعني سلسة يعني الحياة اللي مسطرة أصلا، فربما هناك مواقف التي تؤثر على الإنسان اللي أثرت يعني في مسيرة ديال الأسر اللي لا تؤهل سؤال بكل بساطة، ما هي المواد التي أثرت في مساركم؟ نعم، بحيث يعني بدلت الشخصية أو النظرة
معاني معينة. حقيقة في معنيين. في أمر يتعلق بالعمل الإسلامي ككل لا أذكره، ما هو مجال حديث اليوم، إنما في معنيين بيتكون فيهم شخصية الإنسان في اتجاه معين، بغض النظر أنجز أم لم ينجز، ولكن أو حجم الإنجاز أو صغره أو كبره. إنما أقول إن الإنسان يصير شوي يفكر إيجابي بعمل الإنجاز. في أمرين، ودور حسام العطار أيضا. أول أمر كان يقول شيء وأنا كنت بين إيديه الواقع، أنا بيني وبينه أكثر من 20 سنة. فهو يعني بحكم أبي من ناحية الواقعية أستاذي. كان يقول لا يوجد أصغر من أن يعلم ولا أكبر من أن يتعلم. مو يقول هذا لسانه، كان يطبقها. هذا الواقع تعلمت منه الكثير، صرت فعلا لما أجلس في لقاء وأتكلم أحاول أن أتعلم من يسمع أو يسأل أو يناقش أو يشارك. وهذا فادني كثيرا والله. بعض الكتب، الكتاب الأول الحق والباطل، يعني ألقيته في 10 أماكن كمحاضرة، وكنت أسمع الأسئلة والأجوبة والتعليقات وأكتبها. عندما نشر كان يختلف 100% عن النسخة الأولى اللي سويتها وبدأت أحاضر فيها، اعتمادا على أن أتعلم ممن حولي، أتعلم يوميا. بس ولادي ما بتعلم منهم هيك، حتى ما حد يحتج علي. ضحكة أخرى هي ضحكة أخرى. المهم لا يوجد أصغر من أن يعلم ولا أكبر من أن يتعلم. الإنسان لا يجوز أن يتكبر كمان. هذه ناحية. أما الناحية الثانية خاصة الشباب، هذه كانت تفيدني كثيرا. يا أخوة، أنا استلمت تحرير رأس سنة 1971 مجلة، وبقيت فيها 17 سنة 88، وطلع ما أدري يمكن 12 عدد حتى قبل عصام العطار أن ينشر لي شيء كتبته خلال الفترة اللي كان بي على قطب 60 محاولة، وكلها ينظر فيها والله كثير جيد وما ينشرها، كثير جيد تشجيعا وما ينشرها لأنه لا تصلح للنشر. وعندما نشر أول شيء لي كان عبارة عن ترجمة وليس كتابة شخصية مباشرة. بعد ذلك السلام تحرير رائب، صرت لما أكتب شيء ما ينظر فيه أبو أيمن وهو مطمئن. لكن الخمسين محاولة الأولى هي الأهم. بمجرد أن تنقطع عن العمل بعد محاولة اثنتين ثلاثة انقطع عملك، ولا يمكن تصعد درجة بعد. الاستمرارية الحقيقة في المحاولة لا يمكن. ممكن أحيانا بعض الأشياء الأخرى من أول مرة تنجح، بس إذا ما نجحت المرة الأولى الشرط أن تكون متيقن من صحة العمل وصوابه والطريق واتخاذ الأسباب إلى آخره. يعني هذه ما في داعي الواحد يكررها، بس اليأس السريع من المحاولة والانتقال من عمل إلى آخر، من مشروع إلى مشروع إلى آخره، هذا يضيع الجهد. وهي كثير ما يقع فيها بسن الشباب أكثر فيها بعد. فأعتبر مثل على كل حال ما بيقدر الواحد ينتقل من عمل لعمل بسرعة. أما في سن الشباب الانتقال السريع من مشروع إلى مشروع، من عمل إلى عمل، عدم انتظار النتائج إلى آخره، أعتقد أنه كان أعتقد أن هذول الأمرين الرئيسيين اللي كان استفدت منهم أكثر من غيرهم. مع علم الله أنا أريد أذكر شيء عن الواقع. أولاً أخونا بالغ، ثانياً أنا من أصعب الأشياء أن الواحد يتحدث، والأصل يكون مجموعة. أنا من أنصار دائماً يكون مجموعة يتحدثوا. لما واحد يتحدث بتشوفوا إيجابياته وما بتشوفوا سلبياته. لما يكون في خمسة بتصير عندكم تجارب مقارنة. فأنا أطالب العربي في الدعوة القادمة أن يوجه إلى خمسة أشخاص حتى يكمل الأمور بعضها البعض. والله عز وجل يعني يعفي عنا عما نعلم عن أنفسنا. السلام عليكم. جزاك الله خير، بارك الله فيك أستاذ نبيل شبيب على هذه المحاضرة وهذه المداخلة، والآن الإتمام بما تم في التعريف بكثير من الجوانب الأخرى عن مساركم في العمل ونشأتكم الفكرية، وهذا أمر مهم جدا بالنسبة لملتقى الحضارات. ونرى بأننا نحن نتشجع في المضي فيما رسمناه في هذه الجمعية، وخاصة أننا ونحن الآن نأتي على كلمة الاختتام حتى ننهي هذه الجلسة إن شاء الله، أننا نؤمن بأن الحل اللي ما تعيشه بشريتنا حل يجب أن يساهم فيه الجميع، المسلمون وغير المسلمون، من الطيبين، من الناس، من ما أسميه بالإنسان المسؤول، الإنسان المسؤول. هؤلاء أو من كان
غيرهم في الغرب يسمون بحنفاء الغرب مثلا أو غيرهم. فالإشكال المطروح على البشرية الظاهرة التي حولت الشيء الطبيعي بين المؤفين